يا ولدي انت ليه شاغل روحك ببنت الشيخ قحطان؟ اذا كان اخوانها ما هم طايقين بعضهم. راشد استعان بالغريب لجل يصير الشيخ، وماجد مثل ما يقولون انه قضى على ابوه لجل ياخذ الشيخه. وانت يا ولدي شفت بعينك اكثر اهل القبيله يموتون والبيوت تنحرق. خاطري عندك يا رعد، خاطري عندك لا تردنا لهالسالفة مرة ثانية. بلقيس احنا ما نريدها. اللي يعلم الله انها حية او ميتة، ما نريد نعاود القبيلة. احنا هان مرتاحين يا ولدي. يمه هرجك على العين والراس وهرجك كله صحيح، بس السالفة ما هي سالفة ولد وبنت، ما هي سالفة رعد وبلقيس. السالفة سالفة قبيلة راحت من بين يدينا، السالفة سالفة عشيرة راح حلالها ومالها، السالفة متعوب عليها قدر وخيانة. لجلس بناء القبيلة الواحدة يتكاتلوا فيما بينهم وتظل الحرابة ليل ونهار مع طلوع الشمس وغروبها. يا ولدي الكف ما ينطح مخرز وعمر الصوت ما يعمل رقصة. المخرز يصل لشي ينطح والصوت يصير أصوات. ومتى يكون هذا؟ ما يطول، ما يطول يما. عبالكم تشردوا بقية أهل القبيلة؟ كافي يا ولدي، كافي اللي ضاعوا في الصحراء وصابهم المرض، وكافي اللي ذبحهم الجوع وبلعهم البحر، وأخوانهم في بقية القبائل يتفرجون عليهم وما حدا نداله جبيل أو حرك ساكنة، لأنهم يعرفون إني مايكل مشتريهم كلهم وقادر يساوي بيهم مثل ما ساوى بقبيلة القحطان. يمها الاستسلام للهزيمة هو الذل بنفسه. حن القحطانيين ما نستسلم ولا نندل، وبدل جولة جولات والعشيرة بقى تعاون برجالها المخلصين اللي ما تلطخت أيديهم بدم أبنائهم واللي ما سرقوا خيراته. والقبيلة بقى تعاون وبإذن الله بقى ترجع القبيلة قحطان شامخة مثل ما كان.